إذا نظرنا إلى الأخلاق من حيث هذا المعنى وجدنا إن فيه أشياء كثيرة في النفس الإنسانية تعتبر صفات نفسية داخلية. مثلا غريزة الخوف، غريزة الخوف. مثلا غريزة حب التملك، غريزة حب الطعام. دي أخلاق ولا غير أخلاق؟ إن كانت صفة نفسية هي الأخلاق فكل هذه أخلاق ولا لا؟ أخلاق. يعني الخوف ده خلق ولا مش خلق؟ خلق. حب الطعام خلق، لأن صفة نفسية تدعوني إلى أن آكل. حب الشراب صفة نفسية تدعوني إلى أن إيه؟ إلى أن أشرب. هذه الأشياء. والغضب مثلا، ساعات يغضب الإنسان، الصفة اللي في نفسه جعلته يغضب اسمها أخلاق ولا لا؟ إلا أن هذه اسمها صفات غرائز. إيه الفرق بين الغرائز النفس وبين الأخلاق؟ الغرائز فطرية، الغرائز فطرية بالنفس وطبيعية، لا تكلفك جهدا ولا مشقة لتربيها في نفسك. هل الخوف يعين أن تدرب نفسك لتخاف؟ ها؟ الخوف نفسه، غريزة الخوف دي غريزة لا تحتاج إلى أن تكد وتجتهد لتعلم نفسك الخوف، فاسمها إيه؟ غريزة. غريزة موجودة في نفسك بالفطرة، ومعنى بالفطرة يعني بالطبيعة، ما لكش مزاولة فيها، يجب أنك أنت تحجزها شوية، إنما هي في ذاتها غريزة. فالتعريف الأخلاق كان يشمل الغريزي وغير الغريزي، إلا أنه قال إن الغرائز إنما تطلق على الأمر الفطري الذي لا يكد الإنسان ولا يجهد في إيجاده في نفسه. ولكن مثلا غريزة الكرم، الكرم مثلا أنت تستطيع أن تدرب نفسك على أن تكون كريما، بمعنى أنك أنت تقول وما غاية هذه الدنيا وإذا لم أنفع الناس بمالي إيش يعني قيمة المال، سأموت وأتركه. إذا تستطيع أنك أنت إيه؟ تربي في نفسك خلق الإيه؟ خلق الكرم والسماح. فجعل الأخلاق في غير الغرائز، وسلم الغرائز دي اسم خاص وهو الإيه؟ الغرائز. تبقى الغرائز هي إيه؟ صفة برضو راسخة في النفس فطرية ضرورية لا عمل من الإنسان في إيجادها، لا عمل من الإنسان في إيجادها. ولكن الأخلاق برضو صفة نفسية راسخة في النفس للإنسان، عمل في تنميتها وفي إيه؟ وفي إيجادها وفي تربيتها. ده يسميه إيه؟ الإنسان مثلا في المسائل المادية، هل يستطيع مثلا إنه يترك نفسه على ماديته، يسيب شعره لما إيه؟ زي ما هو طويل يسيبه طويل، لكن بنهذبه ولا ما بنهذبوش؟ بنهذبه. المكان اللي ما يحبش فيه شعر بنزيل منه الشعر. مثلا الانسان مثلا حينما يجد من نفسه مثلا ضعفا صحيا في ناحيه من النواحي، يقدر يعالج نفسه ولا لا؟ او يقويها ولا لا؟ او اذا فالامور الماديه لك ان تهذبها في نفسك، كذلك الامور الايه؟ كذلك الامور المعنويه لك ان تهذبها في ايه؟ في نفسك. على اي اساس؟ على اساس من الاسس العقديه، على اساس من اسس السلوك، على اساس من اسس تلقينك للبيئه التي تعيش فيها. كل ذلك يروضك ويجعلك تمرن صفات في نفسك لم تكن ايه؟ لم تكن موجوده. فمثلا قبل مجيء مثلا الاسلام كان في الناس عندهم اخلاق، اخلاق الغضب والطيش والنزق. بعد ذلك حينما جاء الاسلام ماذا صنع في القوم؟ هذب هذه الايه؟ الطباع بتاعته. كان مثلا ما توجدش عندهم صفة الكرم اللي هي إلا لقصد المباهاة، فجعل الكرم خصلة لله وتربى الناس على الإيه؟ على الكرم. إذن فالأخلاق منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. فالغريزي هو الذي يوجد فيك بدون كد وبدون مجهود، والمكتسب اللي احنا بنسميه بقى الإيه؟ الأخلاق كالصفات الإيه؟ كالصفات الأخرى التي يريد الشرع أن نتحلى